est donc commandeur de la Légion d'honneur. Céline Dekel, Richard. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل وفيها قررت تأجيل انعقاد الجلسة المجلس النيابي مدة شهر واحد. رئيس الجمهورية يلتقي الحريري ويؤكد أنه حذر مرارا من التمديد معلقا عمل مجلس النواب لمدة شهر. بري يرحب بخطوة عون ويعلن إرجاء جلسة اليوم إلى 15 من أيار المقبل. وزير الخارجية الأمريكية يتمسك بتنحي الأسد والفيتو الروسي يحبط مشروع قرار أمميا بشأن هجوم خان شيخون. صباح الخير. المأزق السياسي الذي دخلت به البلاد بفعل تحديد موعد لجلسة التمديد لمجلس النواب التي كانت مقررة اليوم انتهى بعد يوم طويل من المشاورات والاتصالات بين مختلف القوى السياسية بإعلان رئيس الجمهورية ميشيل عون تأجيل عمل المجلس النيابي شهرا واحدا استنادا إلى نص المادة 59 من الدستور اللبناني. وفي كلمة توجه بها إلى اللبنانيين أشار إلى أنه سبق وحذر مرارا من تداعيات التمديد الذي لن يكون له سبيل في عهد انهاض الدولة وسلطتها ومؤسساتها. أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون، لقد أديت عند انتخابي رئيسا للجمهورية يمين الإخلاص لدستور الأمة اللبنانية وقوانينها والحفاظ على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه. إنها وثيقة الوفاق الوطني وقد صارت جزءا لا يتجزأ من الدستور اللبناني، تنص على أن تجرى الانتخابات النيابية وفقا لقانون انتخابي جديد يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لجميع فئات الشعب اللبناني وفاعلية ذلك التمثيل. وقد تعهدت أيضا في خطابي القسم بالعمل على تصحيح التمثيل السياسي للشعب اللبناني على الأسس الميثاقية المذكورة. كذلك تعهدت الحكومة في البيان الوزاري من منطلق استعادة الثقة بالدولة والسلطات والمؤسسات بإقرار قانون انتخاب جديد يراعي صحة التمثيل وعدالته. كما أنني سبق وحذرت مرارا من تداعيات التمديد وهو ضد المبادئ الدستورية، وحتما لن يكون له سبيل في عهد انهاض الدولة وسلطاتها ومؤسساتها على أسس دستورية وميثاقية سليمة. نحن اليوم على مشارف نهاية الولاية الممددة للمرة الثانية لمجلس النواب الحالي. لذلك وإفساحا في المجال لمزيد من التواصل بين جميع الأفرقاء ومنعا لاستباحة إرادة اللبنانيين لجهة حق في الاقتراع واختيار ممثليهم ووضعا للجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية، قررت تأجيل انعقاد جلسة المجلس النيابي مدة شهر واحد، وذلك استنادا إلى نص المادة 59 من الدستور اللبناني. عشتم وعاش لبنان. وبعد كلمة الرئيس عون أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري إرجاء جلسة اليوم إلى 15 من أيار المقبل. بري اعتبر أن خطوة عون التي تستعمل للمرة الأولى في تاريخ لبنان هي في سبيل تأمين المزيد من الوقت من أجل التوصل إلى تفاهم على قانون جديد، آملا التوصل إلى صيغة قانون موحدة تسمح بتمديد التقني ينأى بنا عن الفراغ القاتل والذي يودي بلبنان للانتحار المؤكد. ولاحقا تلقى الرئيس بري اتصالا من البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي هنأه فيه على موقفه.
وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري التقى مساء أمس الرئيس عون في القصر الجمهوري في بعبدة ليطمئن بعدها اللبنانيين واللبنانيات أنهم منكبون على العمل لمنع التمديد، معتبرا أن السواد الأكبر هو الفراغ وأن التمديد أيضا هو سواد، مؤكدا أن العمل جار ليل نهار من أجل الوصول إلى تفاهمات والاتفاق على قانون انتخاب. كلنا منكبين على أنه ما يحصل أي تمديد، أو كمان نحن معروف علينا بالنسبة لموقفنا بالنسبة للفراغ، لأنه كل واحد أسوأ من الثاني. فالسواد الأكبر هو الفراغ، والتمديد كمان سواد. وأنا طول النهار بشتغل مع فخامة الرئيس ومع دولة الرئيس نبيه بري على أنه نقدر نوصل على تفاهمات إن شاء الله، وهذا الشيء حيكمل لآخر الليل، وحنكب كلياتنا حتى نلاقي الحلول لحتى نقدر نطمن اللبنانيين ونقول للبنانيين نحن قادرين نوصل لتفاهمات. وأنا برأيي أنه نحن حنوصل لتفاهمات. العمل جاري ليل نهار خلال هالأربع خمس أيام اللي مرقوا، والليلة حنستكمل هالشغل لحتى نقدر نوصل لتفاهمات ونخلص من قانون انتخاب. تباشير التفاهمات التي تحدث عنها رئيس الحكومة سعد الحريري برزت من خلال إعلان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل عن توصل الأفرقاء إلى اتفاق أولي حول القانون الانتخابي العتيد، كاشفا أنه يرتكز في جوهره على تأهيل المرشحين وفق النظام الأكثري وانتخاب النواب وفق النظام النسبي، مع إشارته إلى أن المشروع دخل مرحلة البحث في بعض التعديلات المقترحة. وعلمت صحيفة المستقبل في هذا المجال أن التركيز ينصب على كيفية احتساب الشرط التأهيلي للمرشحين وسط اشتراط التيار الوطني الحر حصره بالفائزين الأول والثاني في مقابل آراء متفاوتة حول هذا الموضوع، بين تفضيل أفرقاء تأهل الفائزين الثلاثة الأول إلى مرحلة الاقتراع النسبي وتوجيز آخرين من نظام التأهيل الطائفي، ومطالبة بعض حلفاء التيار العوني بإدخال بعض التعديلات على هذا النظام. تزامنا أعلن كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ومصلحة الطلاب في حزب الكتائب إلغاء التظاهرات والإضراب العام الذي كان مقررا غدا أو اليوم رفضا لجلسة التمديد، وبناء على ذلك أزال المتظاهرون في ساحة الشهداء خيام الاعتصام. أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن خطوة رئيس الجمهورية قد تساعد على البحث عن حلول منطقية وعاقلة. كلام المشنوق جاء خلال عشاء تكريمي على شرف المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص. أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن رئيس الجمهورية ميشيل عون استخدم نصا دستوريا قد يساعد جميع الأفرقاء من أجل البحث بحلول منطقية وعاقلة. وخلال مأدبة عشاء تكريمية أقامها محمد خالد سمنو على شرف المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، أشار المشنوق إلى أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يسعى بكل جدية للوصول إلى الحل وإقرار قانون جديد للانتخاب. رئيس الحريري فتح بابه وعقله لكل ما يمكن أن يعرض عليه، ما في شيء مرفوض مسبقا وما في شيء أيضا مقبول مسبقا. وافق على النسبية، وافق على تقسيمات إدارية، وافق على كل اللي نحكى فيه دون ما يلتزم إلا في إذا في صيغة نهائية، بس فتح فعلا عقله للمناقشة الإيجابية بكل المواضيع. وأنا بعتقد أنه فترة الشهر فترة كافية للوصول لنتيجة جدية. كما كانت كلمة لمحمد خالد سنو أشاد بها بدور اللواء بصبوص الأمني في مؤسسة قوى الأمن الداخلي وحرصه الدائم على الأمن والاستقرار. وفي الختام جرى تقديم درع تقديري للواء المكرم. الرئيس سعد الحريري كان ترأس اجتماعا أمنيا في السراي الحكومي، ووجه القوى الأمنية والعسكرية باعتماد أقصى حالات الاستنفار خلال أيام الفصح. اجتماع أمني عقد في السراي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضور وزير الدفاع يعقوب الصراف ووزير الداخلية نهاد المشنوق وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية. الاجتماع شدد على أن الأجهزة الأمنية باستنفار وجهوزية كاملة حول كل دور العبادة في لبنان بدءا من الغد لمنع أي حادث، إضافة إلى الحرص على حماية حرية الناس في التعبير عن رأيها.
كل القوى العسكرية بداء من غد بجهوزية كاملة واستنفار بكل دور العبادة بلبنان لمنع لا سمح الله حصول أي حادث وتكرار تجربة رأس السنة اللي كانت فيها الأجهزة الأمنية حاضرة وموجودة بكل شارع وبكل منطقة بالحواجز وحوالين دور العبادة وفي كل مكان بيأدي بتقديره الأمني لحماية اللبنانيين ومنع وقوع أي حدث. المشنوق قال إن الاتصالات جارية للحظة الأخيرة بين جميع الأفرقاء من أجل إقرار قانون جديد للانتخاب. من جهتها عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعا في كليمونسو أمس برئاسة رئيسها النائب وليد جنبلاط، ناقشت فيه التطورات والمستجدات السياسية الراهنة. تتابعون بعد هذا الفاصل صدور القرار الظني في قضية الطفلة إلا طنوس. أهلا بكم من جديد إلى مخيم عين الحلوة، حيث انتشرت طلائع القوى الفلسطينية المشتركة في حي الطيري الذي كان مسرحا لاشتباكات استمرت 5 أيام بين القوى المشتركة مدعومة من حركة فتح وبين مجموعة بلال بدر، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وكان سبق انتشار القوى المشتركة بدقائق رصاص قنص في بعض أحياء المخيم أسفر عن سقوط جريحين في حي الصفصاف. زار الرئيس سعد الحريري مساء أمس مكتبة بيت بيروت في السوديكو التي افتتحها وزير الثقافة غطاس خوري بدعوة من بلدية بيروت ومؤسسة إناس أبو عياش الخيرية، وقد جال في أرجاء المكتبة وتفقد محتوياتها. وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري استقبل في السراي الحكومي وفدا من لجنة الاعتمادات الفرعية للعمليات الخارجية في الكونغرس الأمريكي برئاسة رئيس اللجنة السناتور هارولد روجرز في حضور السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد، وتناول اللقاء آخر المستجدات في لبنان والمنطقة وموضوع المساعدات الأمريكية للجيش والقوى الأمنية اللبنانية. ثم استقبل الرئيس الحريري قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال مايكل باري، وعرض معه الوضع في الجنوب وعمل اليونيفيل. في قضية الطفلة إلا طنوس التي بترت أطرافها جراء خطأ طبي، أصدر قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق قراره الظني بثلاثة مستشفيات هي المعونات، أوتيل ديو والجامعة الأمريكية، إضافة إلى 3 أطباء عرضت عليهم الطفلة وهم كارلو ياغا أغ غجريان وعصام معلوف ورنا شرارة. وجاء هذا القرار بعد تنفيذ والدي الطفلة إلا ومجموعة من المواطنين اعتصاما أمام قصر العدل للمطالبة بصدور القرار الظني ووقف الضغوط التي تمارسها المستشفيات والأطباء على القضاء. يشيع الراحل سمير فرنجي إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه إهدا بعد أن يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند 1 PM في كنيسة مرمرون الجميزي. وكانت السفارة الفرنسية في بيروت أصدرت بيانا أشادت فيه بمزايا الراحل، مشيرة إلى أنه من كبار رجالات لبنان الوطنيين وصديقا عزيزا لفرنسا، ووصفته برجل سلام عمل طوال حياته من أجل الحوار والتلاقي والمصالحة بين جميع اللبنانيين. بدوره نعى تيار المستقبل الراحل سمير الفرنجي، ودعا في بيان إلى مشاركة حاشدة في تشييعه غدا. وجاء في البيان أنه برحيل فرنجي فقد لبنان رجلا كرس حياته للسلام الوطني وللعيش الواحد، ومناضلا من أجل المصارحة والمسامحة والمصالحة بين اللبنانيين، ورمزا من رموز ثورة الأرز من أجل الحرية والسيادة والاستقلال، ومدافعا باعتدال عن العدالة اللبنانية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء انتفاضة الاستقلال الثاني. وتابع البيان أن الفقيد كان صديقا صدوقا لتيار المستقبل، وسيبقى في ذاكرة التيار منارة للفكر والنضال والالتزام بالثوابت الوطنية والدفاع عنها. برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغا سابيان، افتتح منتدى المرأة العربية لرائدات العمل NAWF الذي انعقد في سنويته العاشرة في فندق موفنبيك
موفنبيك بيروت والذي تنظمه مجلة الحسناء التابعة لمجموعة الاقتصاد والأعمال. أوغاسابيان أكد أن انخراط المرأة في العمل يسهم في ردم الفجوة الجندرية وفي دفع عجلة التنمية. واللي بالكم إياه أنه بعكس ما البعض اعتقد أنه هذه وزارة مرقت مرة بحكومة، مش صحيح. اليوم صار في وزارة موجودة، صارت كل حكومة جديدة ملزمة أنه يكون في وزارة لشؤون المرأة. بأكد لكم عنا الموازنة، عنا الموظفين، عنا المشاريع، عنا مشاريع القوانين اللي قدمناهن، عنا الحضور الدولي، وعم نثابر كمان على مواكبة كل المنتديات العربية والدولية في هذا المجال. أحيت جمعية فرح العطاء احتفالا على درج المتحف الوطني في ذكرى 13 من نيسان تحت عنوان صفحة جديدة بمشاركة رجال دين وحشد من المواطنين. موحدون تحت العلم اللبناني رفضا لتكرار الحرب الأهلية وتمسكا منهم بتحويل يوم 13 من نيسان من ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية إلى ذكرى ينبثق منها الأمل، نظمت جمعية فرح العطاء على عادتها احتفالا على درج المتحف الوطني تحت عنوان صفحة جديدة بمشاركة ممثلين عن مختلف الطوائف اللبنانية من رجال دين ومتطوعين وحشد من المواطنين. حملوا الأعلام اللبنانية ورددوا شعارات المطالبة بإحلال السلام والاستقرار وتحصين السلم الأهلي. وبعد النشيد الوطني كانت عروض مسرحية وفنية، انتقل بعدها رجال الدين إلى المسرح ورددوا دعاء مشتركا آمنين فيه أن يحل السلام والوحدة بين اللبنانيين. بعد الفاصل تتابعون. الداخلية المصرية تكشف هوية انتحار الكنيسة المرقسية. أهلا بكم من جديد. الوضع في سوريا كان محور اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون ونظيره الروسي سيرجي لافراف في موسكو. تيلرسون شدد على أن تنحي الأسد يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من الحل السياسي في سوريا، وأن مغادرته للسلطة يجب أن تتم بشكل نظامي. وجدد تيلرسون القول أن حكم عائلة الأسد قد وصل إلى نهايته ولا دور لرئيس النظام في مستقبل سوريا. من جهته قال لافروف أن البلاد لا تعلق آمالا على الأسد أو أي شخص آخر في سوريا، وكل ما تريده هو عملية سياسية سلمية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الوقت حان للقضاء على الإرهاب وإنهاء الحرب الوحشية في سوريا، معتبرا أن بشار الأسد جزار ولا بد من محاسبته. وكان ترامب شن هجوما لاذعا على رئيس النظام السوري الذي وصفه بالشرير والسيء للبشرية جمعاء. Putin is backing a person that's truly an evil person. And I think it's very bad for Russia. I think it's very bad for mankind. It's very bad for this world. But when you drop gas or bombs or barrel bombs, they have these massive barrels with dynamite and they drop them right in the middle of a group of people. And in all fairness, you see the same kids, no arms, no legs, no face. This is an animal. تزامنا أحبط الفيتو الروسي مشروع قرار غربي في مجلس الأمن يدين الهجوم الكيميائي على خان شيخون بريف إدلب، وكانت الجلسة شهدت مشادة كلامية بين المندوب الروسي ونظيره البريطاني الذي انتقد مساندة موسكو لنظام الأسد. العرقلة الروسية في مجلس الأمن الدولي التابع، فقد لوحت موسكو استخدام حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار يطلب من النظام السوري التعاون مع لجنة تحقيق دولية في الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون. المندوب البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت أكد أن مصداقية روسيا انهارت أمام العالم بسبب وقوفها إلى جانب الأسد، مؤكدا أن لا مكان لرأس النظام في مستقبل سوريا. وأكد أن الفيتو الروسي في مجلس الأمن يشجع النظام
الاعتصام المجرم في دمشق. المندوب الروسي هاجم بعنف المندوب البريطاني وقال إن لندن وحلفائها يهتمون فقط بدعم الإرهابيين. المندوب الفرنسي فرانسوا ديلاتر أكد أن زمن إفلات النظام السوري من العقاب قد ولى ويجب إرغام النظام على احترام القوانين الإنسانية. مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن شددت على عدم التغاضي عن استخدام النظام للسلاح الكيماوي وعلى روسيا الالتزام بتحقيق المسار السياسي، وقالت إن إيران تؤجج نيران الحرب في سوريا لتوسيع نفوذها. مندوب النظام وكعادته أطلق اتهامات على أكثر من صعيد متهما واشنطن بدعم المنظمات الإرهابية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي التقى وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون كان أطلق سلسلة مواقف من العلاقة مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن مستوى الثقة بالعمل مع واشنطن وخصوصا على المستوى العسكري لم يتحسن مع الرئيس الحالي دونالد ترامب. في المقابل التقى وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف والأمريكية ريكس تيلرسون، والذي أشار في قبل اللقاء إلى أنه يريد نقاشا صريحا وواضحا مع روسيا. من جهته أشار لافروف إلى أن بلاده تريد معرفة النوايا الحقيقية للبيت الأبيض، مشددا على ضرورة عدم تكرار الضربة الأمريكية على سوريا. إلى مصر، حيث أعلنت وزارة الداخلية هوية انتحار الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وقالت إنه يدعى محمود حسن مبارك عبد الله وكان يقيم في محافظة السويس ويعمل في أحدى شركات البترول، فيما لم تتوصل الوزارة بعد إلى هوية منفذ التفجير الانتحاري بكنيسة مرجرجس بطنطا. أحبط اليمن محاولة إيرانية لتهريب أسلحة إلى المتمردين الحوثيين بواسطة قارب حاول الرسو في ساحل مدينة الغيضة بمحافظة المهرة. إلى ذلك، سيطرت قوات الشرعية اليمنية على البوابة الغربية لمعسكر خالد بن الوليد وتلال تطل على المعسكر الواقع غربي محافظة تعز. ويأتي هذا التطور بعد أن حققت القوات الشرعية إنجازا عسكريا نوعيا من خلال السيطرة الكاملة على جبل النار شرقي مدينة المخا وجبل نبطة ومفرق موزع بالقرب من المعسكر. والآن تذكير بعناوين هذه النشرة. قررت تأجيل انعقاد جلسة المجلس النيابي مدة شهر واحد. رئيس الجمهورية يلتقي الحريري ويؤكد أنه حذر مرارا من التمديد معلقا عمل مجلس النواب لمدة شهر. بري يرحب بخطوة عون ويعلن إرجاء جلسة اليوم إلى 15 من أيار المقبل. وزير الخارجية الأمريكية يتمسك بتنحي الأسد والفيتو الروسي يحبط مشروع قرار أممي بشأن هجوم خان شيخون. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. Soon dictator, Bashar.